لسان الغيم يصرخ بالتراب، ضباب مر من باب لباب، سراب صفوة الأيام قفر تخيط لي مقابر في ثيابي، وتؤلمني بإبرتها عميقا لأقعد مبهما لم أدر ما بي. تكلمني السكوت وفي انطوائي يملكني متاهات اغترابي، يسابقني فم يغلي برأسي فلا أجد السكينة بانتحابي. عبرت اليأس سورا في ضلوعي تربع في دهاليز اكتئابي، وأسبابي مقطعة المعاني وأمنيتي تعجل للذهاب. أحاول تهرب الأفكار صمتا كلص فر خوفا من عقابي. تقول الأرض أحزاني ضحايا، فهل حضرت تهتلر في غيابي؟ تقول ألغسل الآهات حالا بدمع يستدر من السحاب، لعل الحال يغدو غير هذا وعلى السعد يصدق بالإياب. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم بيت القصيد. يسعدنا أن يكون ضيفنا في الأستوديو اليوم الشاعر السوري ابن مدينة دير الزور الأستاذ محمد الحديدي. أهلا بك أستاذ محمد، وحللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. حياكم الله أستاذنا. أستاذ محمد، في البداية وأريد منك أن ترفع صوتك قليلا، دعنا نتحدث عن فكرة الشعر في روح كل محب للغة العربية ببساطة. الشعر في روح اللغة العربية، الشعر هو فاكهة اللغة العربية. جميل. الشعر هو الوعاء الحافظ للغة العربية، فالشعر هو الموثق لأنساب العرب وأيامهم وجميع مفاخرهم. هل يمكن أن يكون ظالما الشعر؟ لمن؟ باعتقادك هل يمكن أن يكون ظالما لشاعر معين؟ يظلم قائلة. ممكن. يظلم قائلة فقط. هل يمكن أن يكون مظلوما؟ كثيرا يظلم؟ كثيرا. باعتقادك متى ظلم أكثر، في زماننا أم في أزمنة سالفة؟ طبعا في زمننا. في زماننا، في زمن ظلم اللغة العربية بشكل عام. لماذا؟ من السبب؟ هل هي الحكومات، عدم الاهتمام باللغة العربية، جعل المثقف في الصفوف المتخلفة أو المتأخرة؟ انخراطنا نحو اللهجات العامية، التخلي عن اللغة العربية الفصيحة. إذا أردنا نتحدث عن فكرة العربية الفصيحة هنا في مضمار الشعر، تمام، وأردنا أن نذهب إلى موضوع ماذا يعني الشعر لشاعر أجبرته ظروف بلده على الغربة، كلمني عن ذاتية محمد الحديدي وفكرة دير الزور والخروج من هذه المدينة وأثرها في نفس الشاعر ببساطة. بالنسبة لي الشعر هو المتنفس الوحيد، هو النافذة التي أطل بها على مدينتي، هو النفق الذي أعبر به إلى أهلي وأحبتي. هل تحبك دير الزور؟ أعتقد ذلك. إلى أي مدى أنت واثق أنها تحبك مثلا؟ بصراحة أهدتني سمرة الوجه. وماذا أيضا؟ سقتني ماء الفرات، فماء الفرات له فضل على اللغة العربية وعلى الشعر، فما ورده شخص إلا وكان شاعرا حتى وإن لم يقل الشعر. لا يرد ماء الفرات إلا شاعر حتى وإن لم يقل الشعر، هذه إجابة ذكية. خذنا إلى افتتاحية شعرية، ماذا ستقرأ علينا في البداية يا محمد؟ نقرأ في البداية، اقرأ ما تحب في الموضوع نفسه. تفضل، لك أن تمسك الورقة لا مشكلة. جنية الشعر، جنية الشعر لما أنجبت ولدا، صلى الملائك واستسقوا لها مددا، فأرسل الله نهرا كي يعمده، أتى الفرات من الجنات سيل ندى. فأرسل الله نهرا مجددا كي يعمده، أتى الفرات من الجنات سيل ندى. لم يعرف النهر أي السحر أشربه لما سقانا، فصرنا البوح دون مدى. الله. فنحن موطن بيت الشعر منبته،
وما سوانا لما قلناه محض صدى. فنحن موطن بيت الشعر منبته، وما سوانا لما قلناه محض صدى. لماذا جعلت من سواكم محض صدى يا محمد؟ قد يسأل سائل، أليس في هذا عجب وغرور؟ لا لا، وإنما من باب الإنصاف للفرات. من باب الإنصاف للفرات، حق لأهل أنا من الفرات مدينة ذلك. من مدينة دير الزور، من أشهر أسمائها على مر العصور كانت دير الشعراء. دير الشعراء، دير الشعراء. وهل هي هكذا حقيقة الآن؟ بالتأكيد، وستبقى بالتأكيد. ولا شك دائما بالتأكيد. دير الزور مدينة الشعر والشعراء. حجارتها قصائد، بيوتها قصائد، أبوابها قصائد، حتى وإن دمرت، حتى وإن خربت، تبقى قصائد. الشعر لا يفقد قيمته مع الزمن. إذا أردنا أن نتحدث الآن فيما يتعلق بالقصيدة، كيف تعين القصيدة شاعرها على توثيق حبه لوطنها الذي أخرج منه أو يعيش فيه باعتقادك الشخصي؟ بالوصول إلى قلوب الناس، بملامسة مشاكلهم وهمومهم، محاكاة أصواتهم. من أكثر المشاكل التي تؤرقك نفسياً وذاتياً كلما أردت أن تكتب قصيدة، أكثر مشكلة تجد أنك يجب أن تتلامس بها مع الناس تقريباً، ما هي؟ كثيرة جداً، كثيرة جداً. مثلاً لك أن تطرح المثال الذي جاء في بالك الآن. ركوب الموجة، أنا من الأناس الذين يكرهون ركوب الموجة. أحسنت. وأحب أن أعبر عن مشاكل الشعب، فأحاول أن أجد طريقة تبعدني عن ركوب الموجة وعن أن أكون صوت الناس، فهذه أصعب مشكلة. معاناة أن تكون صوت الناس في زمن ربما يجد هؤلاء الذين أخذوا على عاتقهم مهمة أن يكونوا صوت العامة من المقموعين، من المعذبين، يدفعون الثمن أحيانا بشكل يتجاوز مجرد كتابة القصائد، وربما كان يدفعونه من أحبار دمائهم، أليس كذلك؟ بالتأكيد، بالتأكيد. ماذا تقول بحق هؤلاء؟ الشعر هو سفارة، هو سفارة للنبل، هو رسالة أشبه بالنبوءة. نعم. والأنبياء، الشعراء، أنا بالنسبة أعتبر الشعراء هم ورثة الأنبياء. نعم. والأنبياء يعني الشعراء ممتحنون، وزيتهم قدر العلماء ورثة للأنبياء، والأنبياء أيضا مكنوا من رسالة اللغة وكانوا فصحاء بالطبع. أهل بلاغة بالطبع. إذا أردت أن تتكلم عن جرحك السوري دون أن أوجهك لكلام معين، إذا أردت أن تتحدث عن سوريا ماذا عساك قائل؟ قلب نازف، هي قلبي الذي ينزف، هي أمي التي تبكي وأنا بعيد عنها. الله، لا شيء أكثر من ذلك يقال. إلى الشعر من جديد، ما رأيك؟ إلى الشعر، إلى الشعر. تفضل. قبل الشعر تريد أن تأخذ قليلا من الماء، وهذا يسعدنا، لا سيما وأن في الشعر ماء أيضا. خذنا إلى ماء الشعر الآن. نبدأ مع البدايات الشعرية كونها القصيدة الافتتاحية. اقرأ ما تحب، تفضل. من البدايات، هذه عمرها لا مشكلة، المهم النص، والمتلقي أكيد يعجبه النص بغض النظر عن الفترة التي كتب فيها هذا النص. إلى القصيدة، تفضل. نأتك دروب الدير عنها ودورها، وأجفت شواطيها وغاب بشيرها. مجددا، نأتك دروب الدير عنها ودورها، وأجفت شواطيها وغاب بشيرها، وشطت مسافات تضاعف بالنوى، فعز التلاقي واستحال يسيرها. الله الله. وكانت إذا ما سرت فيها تمايلت لوقع الخطى أغصانها وزهورها، وحياك صفصاف الفرات وطرفة يناجيك بالنسم العليل عبيرها، كأن شذاها نفح عدن إذا أتى، أو من جنان الخلد تسقى جذورها. نعم. ترى الجود فيها والعطاء لضيفها، تبارى به ميسورها وفقيرها. ترى الجود، مجددا، ترى الجود فيها والعطاء لضيفها، تبارى به ميسورها
وفقيرها ترى العيش لذا والبيوت بسيطة ويغنيك عن عيش القصور حصيرها بها الحب والإقدام والطيب والوفا مع الماء تسقى ما سقاك نميرها بها الحب والإقدام والطيب والوفا مع الماء تسقى ما سقاك نميرها ويشتاقها الولهان إن كان عندها فكيف وإني بالوصال هجيرها يا الله. وقال رجال لا يضيرك نأيها بلى كل ما شف النفوس يضيرها جددا ويشتاقها الولهان ويشتاق هذه مقتبسة من توبة بن الحمير ويشتاقها الولهان إن كان عندها فكيف وإني بالوصال هجيرها أكمل. وقال رجال لا يضيرك نأيها بلى كل ما شف النفوس يضيرها أليس يضير العين أن تكثر البكاء ويمنع منها نومها وسرورها أو أن ترى فيها غرابا مسيدا فضاها وقد أخلت مداه نسورها أبت كل لعن ما دهاها تضايقت علينا كلحد وسعها وبرورها فساغت فغطت دماها كل صوت لظالم وساغت لسكين الهوان نحورها تنادي كصرخات السبايا من النساء ألا فانقذوني حين لا تمجيرها فيا رب إنا قد ظلمنا ألا انتصر وحاشاك أن تسبى وأنت نصيرها فيا رب إنا قد ظلمنا ألا انتصر وحاشاك أن تسبى وأنت نصيرها الله الله أجملك يا أستاذ محمد فضفوك بعد هذه الوجبة الشارية الدسمة حق لك أن ترتشف شيئا من الماء وحق لنا نذهب أنا وأنت والسادة المشاهدون إلى قصيدة لشاعر آخر نطلع على قصيدته التي لاقت صدى في زماننا ما رأيك؟ إذن مشاهدينا الكرام نخرج الآن إلى فقرة قصيدة للوطن نتابع هذه القصيدة ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى في جعبة شاعرنا لا تذهبوا بعيدا ابقوا معنا أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي أتظن أنك بعدما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي أنا مثل عيسى عائد وبقوة من كل عاصفة ألم شتاتي سأعود أقدم عاشق متمرد سأعود أعظم الثورات سأعود بالتوراة والإنجيل والقرآن والتسبيح والصلوات سأعود بالأديان دينا واحدا خال من الأحقاد والنعرات سأعود بالتوراة والإنجيل والقرآن والتسبيح والصلوات سأعود بالأديان دينا واحدا خال من الأحقاد والنعرات رجل من الأخدود ما من عودتي بد أنا كل الزمان الآت
حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم مجددا، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات ضيف هذا العدد من بيت القصيد معنا الشاعر محمد الحديدي من دير الزور في سوريا. أهلا بك مجددا أستاذ محمد. أهلا بكم أستاذ محمد، دعنا نتحدث قليلا عن علاقتك باللغة وكيف بدأت تتشكل، بدايات تشكل هذه العلاقة من الحب ما بينك وبين الشعر. سؤال مفاجئ أليس كذلك؟ كبداية مع اللغة مختلفة عن بدايتي مع الشعر. حدثنا عن الاثنتين. بدايتي مع اللغة منذ الطفولة في المسجد. نعم. دروس تحفيظ القرآن، بعض السير والأحاديث، إضافة إلى بعض الأشخاص المحبين. كانوا أنت هنا تعزز فكرة أن دراسة القرآن الكريم والأحاديث الشريفة تعزز لدى المتلقي فكرة فهم اللغة العربية واستقائها من مصادرها الصحيحة. اللغة العربية هي مدخل لفهم الإسلام. أحسنت. والقرآن هو المرجع الأعلى للغة العربية. جميل. هذا الآن عن الشعر وبداية التشكل. بدايتي مع الشعر كانت مع الشعر الشعبي المحكي. مثل أعطني مسميات لهذا الشعر الشعبي، ماذا تقصد به؟ يعني أنماط الشعر، نميل نحن للأنماط العراقية. نعم. هل تحفظ شيئا من هذه الأنماط؟ أو كتبت شيئا مثلا؟ كتبت الكثير، الأبوذية والعتابة. الأبوذية هي بطريقة دير الزور تختلف قليلا عن ما يكتبه العراقيون، أم أنها تنسجم وتتناغم معها؟ الأبوذية هي واحدة، والعتابة. تحفظ شيئا من الأبوذيات مثلا وتحب قراءتها علينا الآن؟ بالطبع، وأنا حين أكتبها أكتبها باللهجة العراقية. نعم. هي الأم للأبوذية. أسمعنا شيئا من الأبوذيات لنرى. أسف غرك زمان الهات والهاك، وعن أهلك خدك يا حيف والهاك، نكر طعم اللي باللسان والهاك، وبعت كل مستحان بعيش لجناب. حلو، زدنا. أنا حلم انهدم وسنين رد ماي، وناحر والقهر يا أخوي رد ماي، نجر قد ما يدق الماي رد ماي، وحظش ما تفسر طلسم حجاب. هل أقول زدنا أم تكتفي؟ لك الحرية. زدنا أيضا ثالثة. على جروحي جفوف البين وتشن، افتحن تالي هوية الطاب وتشن. مجددا على جروحي، تحتاج أنت لمترجم. على جروحي. على جروحي جفوف البين وتشن، افتحن تالي هوية الطاب وتشن، وما ظهر استندني اليوم وتشان، أمس مطلوب لي شو جاني طلاب. شو جاني طلاب، من المؤكد أن كل العراقيين فهموا ما ترمي إليه وما تقصد. بالتأكيد. أحسنت. لا يفض فوق أستاذ محمد. عودة إلى يعني الشعر وبداية التشكل، وكيف أعطني نماذج مثلا من الزمن القديم هي التي جعلتك تحب الشعر وتقبل عليه بنهم وشغف. بداية أول قصيدة قرأتها كانت للشاعر نزار قباني. نعم. كان من كتيب هوامش على دفتر النكسة. ودخلت عالم الشعر من باب المعلقات، معلقة عنترة. أحسنت. معلقة زهير بن أبي سلمة، أحبها جدا. عمرو بن أبي ربيع. المعلقات بشكل عام. فهي منتخبات الشعر العربي وعيونه. لو أردنا أن نتحدث عن معلقة تميل إليها على حساب المعلقات الأخرى أكثر من أخواتها، ما هي؟ صعب، صعب جدا. يعني ممكن أن نرجح امرأ القيس على غيره؟ هناك من رجحه بالمناسبة. امرؤ القيس يغرد وحيدة، هو يصنف طبقة من طبقات الشعر، ولكن بالنسبة لي كمعلقات أنا أفضل معلقة زهير، أفضل أحسنت. معلقة عنترة. أحسنت. بالنسبة أحسنت. لي كشخص. أحسنت جدا. يعني نريد الآن أن نتوقف عن النقاش قليلا ونستمع إلى مزيد من القصيد.
يبدو أن قصائدك بدلا من أن تعطش جمهورك إليها أنت تزداد عطشا كلما قرأت. الشاعر هو أكثر المتضررين، ونحن كذلك متعطشون إلى سماعك. لك أن تبدأ الآن قراءة القصيدة، تفضل. لي منك بؤسي، شقائي، لوعتي، حزني، وأد الأماني، لف الحلم بالكفن. جددا. لي منك بؤسي، شقائي، لوعتي، حزني، وأد الأماني، لف الحلم بالكفن. لي زفرة إن أقل آهن لحرتها، ترى الفراتين تغلي فيك من شجني، وللنزوح وذل العيش. لي ولك العتبى لترضى، فما أقساك يا وطني. يا لهفة الروح، يا تحنان والدتي، يا زهو سنبلة بالملح قيدني. واشم المحبين حرف، واشم المحبين حرف، ها وشمت أنا من سمرة الشمس كلي، فانظروا بدني. أهديت أول ضرس، أهديت أول ضرس عينها، وكما يروي الجدود إن رفت ستذكرني. غدا أعود، غدا أعود، وكفي غيمة ولكم تاق الأريج لقاء الترب والمزني. أوزع الشعر، أوزع الشعر للأطفال، أخبزه حلوى اللقاء وعيد غاب من زمني. وأكتم الحزن، وأكتم الحزن عنهم، سوف أخبرهم. الأم تقسو قليلا حين تفطمني. وأن كل جنان الله خمرها بعض الشقاء وبعض الخوف والمحن. وأن تفاحة أغوت، ويا أسفي إذ كنت فيها لعهد الدير لم أصن. ألا تجلد نفسك هنا حينما تتهمها بأنها لم تصن عهد الدير، أم أنها مبالغة من يود أن يقدم لبلده أكثر مما قدم باعتقادك الشخصي؟ لا، أنا أبعد الناس مما أكون عن جلد الذات، لا أجلد ذاتي أبدا، ولكن هو نوع من الاعتراف بالأخطاء. نعم. فهي من الفضائل. فقد أخطأنا في حق بلادنا. دعنا نتحدث عن فكرة الشعر حينما يعزز القيم الإنسانية. إلى أي مدى ترى أن الشعر في زمننا يعزز مختلف القيم التي نحن بحاجة إلى تعزيزها؟ الشعر هو مرآة المجتمع، وهو سفير الأمم، وهو الشماعة التي تعلق عليها كل ما أحلام البسطاء، أمانيهم، كل شيء، كل شيء. إذا أردنا نتحدث عن هذه الشماعة، الشعر التي ترى بأن أحلام البسطاء تعلق عليها، إلى أي مدى ترى أن هذه الأحلام قابلة لأن تتحقق، وأن الشعر قابل لأن يداوي جراحات أصحابها؟ هل فعلا الشعر هو عبارة عن مواسي، مؤسي مؤقت للناس، أم أنه دواء دائم ورفيق لا يخدع ولا يخون؟ الشعر لمن يحبه علاج، فهو يداوي الجراح وينسي الأحزان والأسى. والأهم من ذلك في هذه المواطن، الشعر هو بمثابة حجر الزيت لشحذ الهمم. نعم. فهو المحفز للشعوب للمطالبة بحقوقها، للثورات، لأي شيء. باعتقادك الشعر يخبئ لك زهرة أم خنجرة؟ في علم الغيب. الإنسان أو الشاعر أيضا وفق ما يحب، وفق ما يميل إليه من شعر، وفق ما يكتب، وفق تجربته وتكوينه الشعري، أيضا من الممكن أن يرجح فكرة على حساب أخرى. أنت ترى أنه يخبئ لك مستقبلا وردة أو حجرا أو خنجرا، وما الذي تتمنى؟ دعنا نغير السؤال. لا أرى، تفضل. لا أرى في الشعر مستقبلي،
وإنما الشعر هو حياتي. أحسنت، الشعر أحسنت هو إجابة حياتي. عند هذه الإجابة الذكية من الواجب أن نتوقف قليلا من أجل فاصل، ما رأيك؟ ليكم. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعده نستكمل ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم مجددا، نرحب بكم ونذكركم بضيف حلقتنا لبرنامج هذا القصيد هذا الاسبوع. معنا في الاستوديو الشاعر ابن مدينه ديرزور من سوريا الاستاذ محمد الحديدي، اهلا بك مجددا مره اخرى. الى الشعر، ماذا ستقرا هذه المره؟ قبل القصيده يا محمد لدي سؤال لفت انتباهي اثناء قراءاتك، انك لا تعنون قصائدك، ما هو السبب؟ هل هناك سر ما؟ لماذا لا تعنون القصائد؟ القصيدة بالنسبة لي هي موقف أو دفقة حسية تأتي فجأة بلا عنوان بلا استئذان بلا طرق أبواب. هذا جميل، ولكن هذا لا يعني أن القصيدة تظل بلا عنوان يحرس بابها، أليس كذلك؟ العنوان هو المغزى المحتوى. نعم، إلى النص إذا. يا منية القلب، يا منية القلب، شاخ الحلم في شطن المنفى البعيد وأمسى عاجزا وجلا، أرى المشانق للآمال ما نظرت عيني، وجوعا وجلادا ومعتقلا. أراك هابيل، أراك هابيل مقتولا وسوءته وألف قابيل، يا أم الفدا قتلا. قد قيل عنك، قد قيل عنك ملاك كله ألق بالحسن من جنة غناء قد نزلا، وقيل نهر من الأزهار عن بردا يظل سيلا من الفردوس متصلا. يا قبلة الروح والعشاق، يا نغما قد درس الحب والموال والغزلا. يا قبلة الروح، يا قبلة الروح والعشاق، يا نغما قد درس الحب والموال والغزلا. هلا رحمت غريبا كل ثانية يموت ألفا بسيف البعد مذرحلا، حتى الجروح بأيام الصبا كفرت، حتى الجروح بأيام الصبا كفرت هذا الفراق تري ندباتها قبلا. حتى الجروح بأيام الصبا كفرت هذا الفراق تري ندباتها قبلا. أحسنت، هذه الندبات التي حولتها إلى قبل برغم الألم، ألا تدل على أن القادم سيكون أجمل؟ بإذن لكل الله. المعذبين والمكلومين بإذن الله تعالى. إلى أي مدى أنت تؤمن بأن هذا الفجر قادم لا محالة وعساه أن يكون قريبا؟ أنا مقتنع تماما، هذا وعد الله. هل الواقع يتواءم مع هذه القناعة باعتقادك؟ بصراحة حاليا واقعنا مختلف، ولكن ستحصل.
يعني قد يكون هناك على عهدنا، على عهد أولادنا لا نعم نعلم. قد يكون هناك ولكن الفرج في أي ولكن يوم الفرج في أي فرصة في أي سانحة إرادة سماوية، إرادة أيضا من الصادقين تغير الواقع إلى ما يتمناه كل المعذبين والأبرياء في هذا العالم. دعنا أن نتحدث الآن أستاذ محمد عن فكرة أخرى فيما يتعلق بالشعر العربي. باعتقادك كيف يمكن المحافظة على الذائقة من كل محاولات التشويه؟ ما المطلوب من أجل تحقيق ذلك؟ أريد رؤيتك الشخصية تجاه هذا الأمر. بالنسبة لي أنا تفضل. الاهتمام بموضوع تدريس النحو، الابتعاد عن النحو الممل، تبسيط النحو وتبسيط العروض كي تحب الناس الشعر. نعم. إذا أردنا الآن أن نتحدث عن قيمة الحرية في نفس الشعر بعيدا عن الأدوات والآلات، ودعنا نتحدث عن فكرة المحفزات. إذا أردت أن تعلم الناس العربية فعليك أن تبسطها، عليك أن لا تعقد قوانينها، أنا معك في هذا الطرح. دعنا ننتهي من هذا ونذهب إلى حديث مختلف، قيمة الحرية في حس الشاعر وفي نفسه. إلى أي مدى ترى بأن هذه القيمة أخلاقية وأساسية وضرورية في ذات كل شاعر؟ لقد قلنا الشاعر رسالة وسفارة ونبوءة، فهو مرتبط كل الارتباط بالحرية. والذي لا يخدم الحرية حتى وإن كانت لغته عالية كيف تراه؟ لا يستحق. لقب الشاعر، لقب الشاعر هو سفارة لا ينالها كل من قال الشعر، وإنما المستحق لها. الشاعر إنسان، أخلاق، مواقف، مبادئ، قيم. الشعر ليس لا يكفي أن تكون شاعرا. ألا يمكن أن يكون هناك من الشعراء من هم مستضعفون ومجبرون على واقع معين فكتموا حريتهم بداخلهم بسبب القمع الذي يعانونه؟ ألا يمكن أن تستشفع لمثل هؤلاء مثلا وتخرجهم من هذه الدائرة؟ أن تصمت وأن تلتزم الحياد هذا أمر مختلف، أن تكون شاعرا فاسدا هنا المشكلة. هنا المشكلة. أحسنت أستاذ محمد. دعنا نتحدث الآن عن قصة أو ربما موقف حدث معك. هل حصل وأن بيتا من الشعر أبكاك ذات يوم؟ كثير، الكثير. بيت من الشعر كلما سمعته سالت عبرتك، هل يحضرك بيت معين الآن؟ ليس شرطا أن يكون من تأليفك. كثيرة جدا. أنا إنسان أتفاعل مع الشعر بشكل عالي جدا. نعم. أنت ترى أن الشعر قادر على إبكاء القلوب قبل العيون؟ بالتأكيد. هل غاية الشعر البكاء أم له غاية أكثر سموا؟ بالطبع ليست من غاياته البكاء، ولكن الشعر هو عازف على أوتار المشاعر والأحاسيس. نعم. يتسرب إلى القلوب فينال من قلوبنا ما يناله. أحسنت. هناك خمس مفردات سأطرحها عليك الآن وأريد معناها ومدلولها وتفسيرها من تلقاء نفسك أو من تلقاء نفسك بعيدا عن المعنى المتداول والمعروف. أريد أن تخبرني ما الذي تمثله لك هذه المفردة بشخصك وتجربتك بما لا يزيد عن سطر واحد. هل أنت جاهز؟ ساعة اليد. تمام المظهر. تمام المظهر فقط لا أكثر. تمام المظهر فقط لا أكثر. الشيبة في اللحية. وهي الوقار. والله بالتأكيد. أنت تراها هكذا. بالتأكيد. المسافة. القهر. المسافة هي القهر. هي القهر. فلا يبعد إلا إنسان مقهور على ذلك. أحسنت إجابة. الشمس. الدفء والأمل. التردد. بداية الفشل. التردد بداية الفشل. نعم. أحسنت صنعاً وإجابات يعني من المؤكد أن جمهوراً عريضاً من المشاهدين لابد وأنه قد أعجب بها. إلى قصيدة جديدة الآن، ما رأيك؟
تفضل، لك أن تقرأ ما تحب. من أنت؟ من أنت قل لي؟ أنا المقطوع من غرب الفرات، أذوي وكل الأرض تنفيني. من أنت؟ قل لي. أنا المقطوع من غرب الفرات، أذوي وكل الأرض تنفيني. صف لي حياتك، سهم قوسه فرحي، أنبى الزمان برأسي ألف سكيني. زدني، أنا كبد ما مرها رطب جفت، ولا جابر للعثر يدنوني. وتكتب الشعر، إن الشعر يشهدني ظلم الطغاة نزوحا جوع مسكيني. وتكتب الشعر، إن الشعر يشهدني ظلم الطغاة نزوحا جوع مسكيني. الله. كي لا تزور باسم الدين محدثة، ولا يسمى سفاح نصر تشريني. أحسنت. كي يغسل الهدم في أرجائه وطن تجددت فيه ألف بعد صفيني. أنا المقيم على الرصفان، تعرفني ضيفا خفيفا، فبيتي لوح فليني. أرى الجهات جميعا والحقيقة من شباكه، هات قصرا ذاك يعطيني. الله الله. فما تؤمل، قد هانت مطامحنا، حتى لأدنى طماح غير مضمون. حتى لأدنى طماح غير مضمون، غير مضمون. هذه هذا الحزن، أعطني، أريد أن أناقشك في هذه الأبيات. هذا الحزن المعجون فيه هذا النص، لماذا رأيتك في بعض أبياته ربما متشائما، وكثيرون أحسوا بذلك؟ ما السبب؟ بالطبع هي حالة حسية، القصيدة هي حالة حسية، دفقة من المشاعر. نعم. فتتوقف على الحالة النفسية. من الممكن أن يقرأ الشاعر قصيدته بعد فترة من الزمن فيستغرب هذه الحالة الشعورية التي قادته إلى مثل هكذا كلمات وهكذا نص؟ بالتأكيد. يعني القصيدة ابنة زمانها، أم من الممكن أن تكون عابرة للأزمنة؟ بالنسبة للشاعر هي ابنة لحظتها. وبالنسبة للمتلقي؟ المتلقي قد يختلف معه الأمر. يعني هناك المئات من القصائد القديمة إذا ما قرأت اليوم نشعر أنها كتبت قبل ساعة، كتبت بهذا الموقف، كتبت بهذه الحادثة، كتبت بهذه الأحداث التي يتعرض لها مجتمع ما، أليس كذلك؟ بالتأكيد. أنت تتلقى قصيدة، أنت لا تعانيها، فالشاعر يعاني. نعم. القصيدة، القصيدة كمخاض الولادة. هل معاناة الشاعر تختلف عن معاناة الآخرين من الناس؟ بالتأكيد. أم أنكم تبالغون معشر الشعراء بهذه البروباغندا بين قوسين ربما يتهمكم أحدهم؟ طبعا بالتأكيد القصيدة معاناة، استنزاف للفكر، استنزاف للمشاعر، تجميع الحزن، تجميع الفرح في لحظة واحدة، هو أمر صعب قليلا. فقرة من الشعر ضمن قصيدة ما لشاعر تحبه، ترى أنه من الواجب قراءتها الآن لما فيها من استشهادات واستدلالات وصور وجماليات ينبغي أن تحضر. مما تحفظ إذا كان لديك أبيات لأحدهم ترى أنه من الجميل قراءتها في مثل هذا الموقف؟ أنقل ألقيها أنا؟ تفضل. ماذا عساك أن تقول؟ تواجهني مشكلتهم بالحفظ. حتى وإن كان بيت واحد لا مشكلة، لشاعر ما تحبه. أحب حتى الشاعر وليد الصراف. تفضل، ماذا يقول؟ أنبيك أحمد والأنباء موجعة، وأنت أدرى من المنبي بكل نبا، أن الصياقل في قيس قد انشغلت عن الحديد وصارت تصقل الكتبا. الله الله. والأوس والخزرج المعقود صلحهما في الأمس، قد صالحا الأعداء
واحترب غوت غزيته، كانت لبوة وغدت مضدرة نفطشاة، للذي حلبا عبيدها أصبحوا أسيادها وغدا، من ليس يدري أبا أما لها وأبا، مالت إلى من يميلون الغبيط بها، فأرجلوا عرضها في غفلة الرقبا. الله الله، الذاكرة تقوم. فأجروا عرضها في غفلة الرقبا. جميلة الدكتور وليد الصراف، بالتأكيد. ومن هنا نطير تحية للدكتور وليد الصراف، الشاعر الموصلي الجميل وابن العراق، التي أنجبت ولا تزال تنجب العشرات من الشعراء الذين ستخلدهم صفحات العربية. الدكتور وليد من أعمدة الشعر في زماننا. أحسنت بالتأكيد. أحسنت صنعا وأحسنت استشهادا. نريد الآن هذه الطقطوقة الشعرية قبل أن ننتقل إلى القصيدة الختامية، نريد أن تكتفي بهذه القراءة القصيرة، لأننا سنذهب إلى سؤال من نوع مختلف. تفضل. هي من أحد الفنون التي أحبها، تحويل القصيدة الجميلة إلى قصيدة منكدة. تفضل، دعنا نحكم نحو، لا أنت. يا هند لم تبق الحروب خميلة، يبكي بها طير النجا أو ينحب، والورد عافى العاشقين، فوحدهم أهل المقابر أخلصوا لم يذهبوا. الله. رباه رباه، ما هذا الظلام، أخال هذا النون، التقم العروبة كوكب. التقم العروبة كوكب باعتقادك؟ هل حصل هذا؟ بالتأكيد. هل واقعنا يقول أن العروبة التقمها الكوكب؟ هي حاليا في بطن الكوكب، تغوص في الظلمات. كيف ستصبح قمة هذا الكوكب عروبتنا باعتقادك؟ ما الذي تحتاج إليه؟ ما الذي ينقصه؟ ربما تحتاج إلى أجيال جديدة. أجيال؟ يا رجل، هل تريد نسف هذه الأجيال الموجودة مثلا؟ ألا يمكن البناء على هذه الأجيال؟ ألا يمكن يعني بث الأمل واستشفاف واستشعار الأعمال فيها؟ بالنسبة لنا كجيل نعتبر أنفسنا جيل الطيبين، فنحن فشلنا في المهمة. يا رجل، لا تكن قاسيا على أبناء جلدتك وأبناء وطنك وأبناء زمنك. أنت قبل قليل قلت ربما يكون الفرج قريبا. كيف سيكون قريبا إن أردنا أن نقول بفكرة استبدال هذا الجيل؟ يا عزيزي، الغيم يدل على المطر، والدخان يدل على النار، ونحن لا نوحي لعلو العروبة بأي صلة. ماذا تقول بمن ربما يتهمك بأنك متشائم بعدما قلت؟ ليثبت لي العكس. يقول من قولك أشعر أنك متشائم. ليكن متفائل وليغير. هل ترى أن التغيير أصبح مسألة يعني معسرة وصعبة؟ بالتأكيد. بالتأكيد صعب. بالتأكيد التغيير صعب. بالتأكيد. يا رجل، ألا يمكن أن تبدأ بنفسك؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن المفتاح بنفس كل منا. بالنسبة لي كشخص بدأتها وانتظر الباقي. هل هذا ضرب من ضروب اليأس يا محمد؟ لا لا أبدا. وإنما؟ لا أعتبره يأس، ولكن قراءة واقع، قراءة للواقع بشكل. ربما هناك منطقة. من المتلقين من يتهمونك بأنها قراءة خاطئة، ألا ترى احتمالية أن تكون مخطئا في هذه القراءة إلى حد ما؟ بالتأكيد. بالتأكيد، العصمة لا تكون إلا لنبي. إذن الواقع والقادم من الأحداث إذا كانت إيجابية ستجعلك تتراجع عن مثل هذه الأفكار. بالطبع بالطبع، أنت قابل للتراجع عن الفكرة المأساوية الممتلئة يأسا في حال أثبت لك الواقع أن الأمل موجود. أنا قابل للتراجع عن أي شيء أراه خطأ. في سؤال من اتجاه آخر، قد يرى العامة من الناس الشاعر هو حارس بوابة الأمل، ومحمد الحديدي هنا معجون باليأس. أليس من تناقض؟ هل ثمة تناقض أم أنك لا تراه؟ ليس كل الشعراء إلي أبو ماضي، قد يكون هو حارسها، ولكن لكل شاعر نافذة يرى منها الكون، وكل يكتب ما يراه من نافذته. إلى نافذتك الأخيرة في هذه الأمسية الشعرية،
التي كانت طيبة من بيت القصيد، وأن كنت قاسيا على نفسك قليلا في بعض الإجابات، ولعل هذه القصيدة تجب ما قبلها من الإجابات. لك بالماء ولنا بالاستماع الجيد إلى هذه القصيدة، وأنا واثق أنها مميزة. تفضل إلى القصيدة إذن أستاذ محمد الحديدي من دير الزور في سوريا. تفضل. كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، كأني على الأكتاف وهنا حملته لفجر بعيد خلف تلك الغياهب. فلا السير مدنيني ولا العي ردني ولا الشوق إن غبتم علي بغائبي. فإن كان هدء قر فيه أنامها طمتني بطوفان من الوجد واصبي، وألقت جميع الذكريات بحجرتي وأهدت لي الأطياف من كل جانبي. الله الله. كأني محج أو كماء على الظما تداعت رزاياها لنيل المشارب، ولم يبق من عمري الكثير لأرتجي حلولا ولا بالعزم حمل النوائب. فها أنت والتأريق في لج غربة، وفتك النوى قد فاق فتك الكتائب. تتوق من الدير الثرى كل لحظة، وتبكي الشقى فيها بدمع النواحب. فلا عشت مذ هاجرتها رغدا ولا قد مت فيها دون حد القواضب. الله الله عليك. سلامتك. الله عليك، ما أجملك. يعني ربما كان في هذه القصيدة شيء من الاعتزاز بالتراث، بالأرض، بالتاريخ، وكان فيها الكثير من الأمل بعودة لابد وأنها حتمية وقادمة. أم أنك ستواصل يأسك؟ الشاعر هو أبعد إنسان يتمسك برأي واحد. أحسنت. هو أكثر الكائنات تقلبا، يعيش مع الواقع الشاعر وينصهر فيه، ليس ويتمسك بجذوة الأمل إن لاحت إضاءتها، ليس من باب التلون، ولكن لشدة الشاعرية. أحسنت. لشدة الحساسية، فهو أكثر الناس تقلبا. كان هذا اللقاء جميلا رفقتك محمد الحديدي من الزور في سوريا. أسعدني هذا اللقاء. أنا أكثر سعادة والله بكم. من أجل سوريا التي تحب والوطن العربي جميعا، كلمة أو رجاء تتمنى أو ترجوه في نهاية هذه الحلقة، ماذا عساك قائل؟ نسأل الله فرجا قريبا وخيرا يعمنا. سعدت بك محمد الحديدي من سوريا، شكرا لك على تشريفك إلنا في هذه الحلقة. وإن كنت عطشتنا وأنت تشرب الماء، يعني أنا واثق أنه كثير من المشاهدين اتجه إلى زجاجات المياه أسوة بك، يصيب العدوى. لعل عدوى الشعر تصيب الكثير منهم، عساها بإذن الله. فهي من العدوات المحببة. شكرا يا محمد الحديدي من سوريا، وإن شاء الله بتكون الأيام كريمة بالقدر اللي يسمح لنا بتكرار مثل هذه اللقاءات. بإذن الله تعالى، لنا الشرف. شكرا. كل الشرف، بارك الله بكم. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيدة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا رفقة شاعر جديد، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء. شكرا.